السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. توحشكم بزاف بزاف. هاد فيديو هذا كيف ما انا وعدتكم، كنت قلت لكم بلي غندير لكم فيديو على هاد الوقت هذا اللي ولينا دابا تنشوفوا بزاف ديال المظاهر. سو ستي تيون دابا جلسوا كيفاش ولا ميك يوسف كومفورتابل. مهم جلسوا راحة، شربوا لكم شي أتاي قهوة وجلسوا، أعطيوني وقت ودينتكم. بغيت نوصيكم عاوتاني قبل من أنا غادي نبدأ، إلا سمعتوا الصداع راه وليداتي، شو سمحوا لي بزاف ما تنقدرش نلقى الوقت. واخا تقول لي وقت ما كيمشيو مدرسة، مي أنا تنكون أنا ديك الساعة مشغولة في شي حاجة. المهم أنا لقيت هاد الوقت باش نهضر معكم. مهم علينا، لأن أنا بغيت نقول لكم البنات أكثرية اللي سن مراهقة، حنا راه عايشين في واحد الوقت اللي فغيمون صعيبة بزاف. أشنو هي صعيبة؟ هي مظاهر، هي الفلوس، هي ستاتس، هي كومبيتيشن، واحد الكومبيتيشن خايبة بزاف. سو اللي بغيت نقول لكم أبناتي، مزيانة كومبيتيشن، ولكن كومبيتيشن راسنا حنا. مزيان الواحد يشوف شي واحد او شي وحده واصل فايش، واصل في مثل في خدمته، واصل في مثل في المايند سيت ديالو، كيفاش كيتصرف. سي نورمال بزاف حنايا نبغيو الفلوس، راه هذه هضره بركه من عند سيدي ربي. اوكي، انا راه غندرت هذا الفيديو هذا غير باش نقول لكم الراي ديالتي، وديك الساعه كل واحد حر في الحياه ديالو. كيف ما قلت لكم، يكذب عليكم الكذاب اللي غايقول لكم فلوس وسخ الدنيا. فلوس حاشا لله، راه ماشي وسخ الدنيا. فلوس راه باركه من عند الله سبحانه وتعالى اللي كيرزق العباد ديالو. غير حاجه واحده، الواحد خاصو يشد طريق. كاين طريق هنا وكاين طريق هنا، نقدر نقول لكم طريق أ وطريق ب، وكلشي نتايا اللي غادي تختار اش من طريق اللي بغيتي. راه بجوجهم عندهم الفلوس، اوكي، بجوجهم عندهم فلوس. كاين طريق أ شغلك هذاك اللي غتاخذو، وكاين طريق بي شغلك انت اللي غادي تاخذو. ربي راه كيبين لكم اش من طريق اللي تقدروا تاخذو. مي راه مزيان الواحد يختار، غير تعرف اش من طريق تختار. علاش انا اختاريت لكم جوج طرق بجوجهم فيهم فلوس؟ حيت الفقر حتى حد ما كيبغيها. اوكي، حنا اللي خصنا نختاروا، يعني خصنا نديروا كومبيتيسيون بوحدنا لينا حنايا، يعني غنكون احسن من اللي كنت البارح، ماشي غنكون احسن من فلان ولا احسن من فلانه. لا، حنا ماشي في هذا الكومبيتيسيون، في هذه الحياه، في هذه الدنيا هذا باش ندير كومبيتيسيون ضد بعضياتنا. نو نو نو، حنا خصنا نحبوا بعضنا ونديروا اليد في اليد. حنا راه تيم كامل، حنا كلنا الحباب وعباد ديال سيدي ربي، ولكن خاصك دير كومبيتيسيون ضدك انت، النفس ديالك. يعني اللي درتيها البارح غديروا احسن اليوم، وان شاء الله غدير احسن الغدا. وغادي تسولوني غتقولوا وكن هاد الطرقان اللي قلتي انا ما فهمش، كاين طريق او طريق بي وبجوجهم فيهم فلوس، اين الطريق غادي ناخذ؟ اوكي، كل واحد عنده ريسبونسابيلتي لنفسه. ما غاديش تقول في مثلا ناخذ طريق ا على حسب الظروف، ما عندي ما ندير، هادشي اللي كتبوا ليا. كل واحد عنده ريسبونسابيلتي حياه ديالو، يعني الا اختاريتي غتختارها حيت انت اللي اختاريتيها، ما تختارش على قبل الظروف ديالك. اذا شنو غنقول لكم؟ في مثال طريق ا فيها فلوس ولكن طريق سهله، وكاين عاوتاني طريق ب فيها فلوس ولكن عرق كتافك وفلوس الحلال. سو اين فيهم غادي ناخذ؟ واش غناخذ انا طريق ا اللي فلوس سهله دغيا غناخذهم، ولا غناخذ طريق ب اللي فيه شويه صعب وفيها التمارة وفيها التعب، ولكن الحمد لله غادي ناخذها بعرق كتافي. سو اين فيهم غناخذ؟ ما تقولوش لي طريق ا وتقولوا لي لا الظروف وهادشي اللي مكتاب ليا، وانا خصني نوكل والديا، وانا خصني نوكل وليداتي، وانا خصني نوكل راسي، وعندي ريسبونسابيلتي، داكشي علاش انا اختاريت هادشي. كل واحد الظروف ديالو. لا 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 لا، هادشي ما خصش الواحد يكون عنده هاد راي مايند سيت. هادو غير الشيطان اللي تيبقى يلعب لكم في راسكم وكيحلل لكم حاجه لطريق حرام. انا هاد الفيديو كله راه كل واحد حر في الحياه ديالو، انا كنحترم كل راي ديال كل واحد. انا ما جيتش انا باش نبقى نعت ونقول هاد فلان دار وهاد فلان اختار وهاد فلانه، حاشا لله، وانا ماشي النيه ديالتي. انا غير بغيت انا نوريكم من احسن ومن احسن تاخذوا الطريق بي اللي هي التمارة والتعب، وغتاخذوها بعرق كتافكم، وماشي الطريق ديال ناخذ فلوس باي طريقه. هذا خصنا نحيدوها، نشيلوها من دماغ.
كيف ما قلت لكم فلوس غنديروهم حنايا اوكي. فلوس راه ماشي حرام، من حقي انا نبغي فلوس، من حقي يا كيما انا ادي تا واحد، اذا من حقي نبغي الفلوس. ما تقولوش لي طماع. طماع هو اللي كيدير ياخذ فلوس باي طريقه ولو يكون خايب اوكي وكيتبدل، هذا هو اللي طماع. اما من حقي انا نبغي انا نسافر، من حقي نبغي نلبس، من حقي نبغي نشري، من حق غير من اديش الناس، ومن احسن من اديش حتى نفسي. ولا في مثال غدو تقولوا لي في مثال نبغي نجوج في مثال مع راجل يكون عنده الفلوس، من حقك يا بنتي فريمون من حقك. ما كيجي شي واحد يجي ويقول لك لا هادشي ما تكونيش طماعه علاش تبغي تقلبي على راجل يكون عنده الفلوس، بغيتي حاجه سهله. لا، الا بغيتي تجوجي مع واحد راجل بالفلوس بسم الله من حقك، ولكن بشرط يعني الا بغيتي شي راجل يكون عنده الفلوس ماشي حيت بغيتيه، حيت هو عنده الفلوس باي طريقه غتاخديه، ديك الساعه غتولي غلط. هذيك الساعه غاد فريمون ماشي باي طريقه، كيف ما كنقول ما منيت هي باي طريقه، باي طريقه تقدري ديري غلط باش توصلي الهدف ديالك. اذا خصني ندير ستوب. انا راجل الا بغيتو يكون عنده الفلوس عندي انا باوندريز ديالي. شنو هي باوندريز؟ هي لي دي ليميت. علاش؟ حيت انا ليدي. مازال غنهضر لكم شنو هي ما معنيتها ليدي، كيفاش يقولها انيسه. لاقاش انيسه ماشي غير يجي وسمي راسك داك الكلمه داك 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 الهيبه، لاقاش عندها شروط. وراجل الا بغيتو يكون عنده فلوس واي نوت، ولكن انا عندي دي ليميت ديالي اوكي. والا خصني ندير شي حاجات باش حاجه خايبه باش نوصل ليه، لا. اذا ستوب. علاش؟ حيت عندي باوندريز. علاش؟ حيت انا ليدي. اما اللي كاين شي وحده عاديه بنت مراه باي طريقه ناخذو ديك الساعه نو 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 حنا راه ما كنديروهاش بنات ديال ليدي. سو البنات بليز اختاري تكوني ليدي، كوني سمارت، عارفه شنو بغيتي ديري وما تبغيش تاخذي الفلوس باي طريقه. انا علاش انا خرجت هذا الفيديو هذا؟ حيت انا كنشوف ولاو بنادم ما بقاش فاهم، ما بقاش عارف روز يعني شروط، ما بقاش بقى كيخلط. بنادم ما كيفهمش شنو باغي في الحياه. الواحد كيدي باي طريقه. نبقى نقول لكم باي طريقه، حيت فريمون كتشوفي شي بنات الناس فنت غزالات، وكان كياخذوا لك واحد طريق لي فريمون للاسف تبقى فيك الحال. علاش؟ حيت وليداتك في هاد السوسايتي، في هاد المجتمع. يعني كنشوف هذوك البنات راه بحال بناتي، وهذوك الاولاد بحال ولادي. وانا شنقول لك ما كاش يكون شي مدرسه اللي يدير واحد اويرنس اللي غيبينوا ليهم بلا فريمون هادشي اللي كضر غير نفسك، وكت يو نورمالايز حاجه اللي ماشي مزيانه. سو اللي بغيت نقول لك من هادشي كله، اتس اوكي تبغي الفلوس، ولكن خاصها تكون عندك شروط ودي ليميت. كيف ما قلت لكم ما ناخذش فلوس باي طريقه اوكي، حيت كنبغي نفسي، تنخاف الله، ماشي مستوى ديالي، انا راني ليدي وغنتصرف كليدي، بغيت نوصل داك الحاجه مرحبا بها، ولكن كاينه بطريقه حلال، طريقه مزيانه. انا راني ماشي طماعه، ولكن هذاك راه حق ديالي انا. غنقرا، غنخدم، نقلب على شي راجل بالفلوس لقيته هو ماشي تالهي، ستوب بركه. حيت انا عندي دي ليميت، عندي دي ليميت. ضروري خصها تكون عندك داك ديال ليميت. اون فوا كديريها كتطلعي في درجه، انا نقولها لكم فريمون كتطلعي وكتعطي راسك قيمه، والله حتى ربي غيعطيها لك سلبي يدك. ومن هادشي كلشي ضروري خصك تكون عندك قناعه. حنا حامدين الله ونشكروه، حامدين الله ونشكروه بعد اصلا حنا على جينا في هاد الدنيا. يعني كاين يعني اللي خلقنا، يعني مش احنا غادي نعاوم ما فاهمين والو، الحمد لله الحمد لله. سو قولوا لي في الكومنتس واش عجبكم هاد الفيديو، واش بغيتوني نكمل بحال هاد الفيديوهات هادي، واش بغيتوني نهضر لكم على كيفاش تكوني أنيسة. لقاش أنيسة ماشي في اللبس وفي الوجه، في اللبس وفي الوجه
اكيد عاوتاني ماشي تسمي راسك انيسه وكلك عريانه، راه ما يمكنش. ولكن من نمبر 1 برايوريتي باش تكوني ليدي هي التصرفات، هي المايند سيت، هي كيفاش كتعاملي مع الناس، كيفاش كتهضري، كيفاش كتفكري، اشنو كتبغي، اشنو اللي ما كيبغيش. باوندريز ديالك، هي دي ليميت ديالك، ضروري ضروري ضروري. ايوا الكبيدات الغزالات ديالي، الفنيونات ديالي الصغار والكبار، بغيت نقول لكم شكرا بزاف بلا تصنتوا ليا. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، بليز قولوا لي مره جايه علي اش غنهضر، واش غنقصر فيديو ولا نكمل نهضر اكثر، انتم اللي غادي تحكموا. انا لا 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 تعجبني نعطي دي كونساي، ودي كونساي ما كنجيبهمش من راسي وما كنديرش ريسيرش في الجوجل، هادشي من اكسبيريونس ديالتي ومن هادشي اللي انا كيفاش كنفكر، وكنعطيها لكم كمهم في سبيل الله. كنبغيكم بزاف بزاف، كنموت عليكم، تهلاو ليا فراسكم بزاف، الحب بزاف، ما كاينش ديك الغيره وديك السم وديك طلعتي انا غنطلع معك حتى انا ان شاء الله، حيت انا كنت كنت انفلونسر الناس اللي وصلوا، ماشي كتشدني الغيره ولا لا لا، كومبيتيسيون مع نفسنا كيف ما قلت لكم فيديو دغيا تقطع، كومبيتيسيون نديروها مع نفسنا. تهلاو ليا فراسكم بزاف وكنموت عليكم.